أعلنت النجمة السورية سوزان نجم الدين إنها تعيش حالة حب وإنها مغرومة في الوقت الحالي، وكشفت في مقابلة لبرنامج إيتي بالعربي عن أنها ترتدي خاتم الخطوبة واستعرضته أمام الكاميرا. إيه مرتبطة؟ إيه مرتبطة؟ لك إيه؟ ليه؟ بدي أقول إيه مغرومة؟ لك إيه؟ خلاص إيه خلاص. ولفتت سوزان إلى أنها مرتبطة ومغرمة وأن الأمر ليس شائعا، ولكنها رفضت أن تفصح عن هوية خطيبها. بس دايماً شائعات الزواج بترافقك. آخر مرة طلعت شائعة، هالمرة غلط. هديك كذب، هديك شائعة. هالمرة هالمرة مش شائعة. بدي شيل الأحمر. لا، وهيدا خاتم الخطبة. وأوضحت أن الحديث عن ارتباطها بحارسها الشخصي والذي انتشر منذ مدة عاري عن الصحة، وأن إمكانية أن تقع في غرام حارسها الشخصي، الغرام ليس له علاقة بنوع الشخص، بل المهم أن يكون هناك تكافؤ وتفاهم وتوافق وحب وشريك حقيقي، والمرأة تريد سند ورجل حقيقي في حياتها، وإلا كنت ارتبطت منذ زمن وحاليا وجدته والحمد لله. قالوا أنا قلت مع احترامي مش تنقيص، بس نهموكي بالعنصرية لما قلت إنه ما بفوق يكون في تفاهم وحب حقيقي وشريك حقيقي، ويعني الوحدة شو بدها غير إنه فعلا سند ورجال حقيقي بحياتها، مش إنه والله ترتبط وخلص. ما كنا ارتبطنا من لقيتي هلأ الحمد لله. أناقة أنثى تتمنى السعادة لفنانتنا السورية الحلوة والمهضومة سوزان نجم الدين. بشكركم أصدقائي للمتابعة، وانطرونا بخبرية جديدة. أناقة أنثى معكم دائماً.